بسم الله. ومولانا الدكتور شوقي علام دايما يحدثنا عن العقل وتحكيم العقل والاهتمام بالعقل ودور العقل ورسالة العقل. التفكير والبناء الفكري في الجمهورية الجديدة محتاج كثير من العقل ومحتاج تغيير كثير من المفاهيم. وزي ما كان يتحدثون عن تجديد الخطاب الديني، أيضا في تجديد الخطاب الثقافي، أيضا في تجديد للخطاب المجتمعي، وكمان تجديد للخطاب الفتوي أي في دار الإفتاء. والحقيقة التجديد هنا في دار الإفتاء له معاني مهمة جدا 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 سنقف عليها مع الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية. أهلا بك مولانا. أهلا وسهلا. الحقيقة يعني أنا في كل مكان بتحدث فيه بتحدث بلسانك، أن الفتوى تتغير بتغير الزماني والمكاني وحتى والبشر والعادات والتقاليد، وبالتالي هذا التغير مهم جدا. عندما نذهب إلى جمهورية جديدة بأفكار جديدة باستشراف مستقبلات جديدة، أعتقد أن لابد أن نحلط بالفتوى لكي تواكب هذا البناء الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سيادتك أحسنت في طرح هذا الموضوع، لأن قضية الجمهورية الجديدة تحتاج إلى إدراك لبعض الأبعاد، خاصة فيما يتعلق بالملف الإفتائي أو الملف الخطاب الديني على وجه الدعوي بشكل عام. يمكن احنا مثلا في لما تكلمنا عن تحرير سيناء وقلنا بأن تم تحرير الأرض، أيضا تم تحرير الفكر بالقضاء على الإرهاب أو الناس الذين عندهم هذا النموذج الإرهابي. الفضل يعود في ذلك إلى الجيش المصري بشجاعته وبخططه وباقتحامه لهذه الميادين وتحقيق هذا الانتصار على فكرة الإرهاب. لكن يبقى دور كبير جدا للوعي، يبقى دور كبير جدا للعلم، البناء الفكري، لأن البناء الفكري هو الأساس. لأن كما يقولون بأنه إذا مات الإرهابي لكن فكرته لم تمت معه، فما زالت الفكرة موجودة. والفكرة الموجودة التي لا تموت بتحلق في الآفاق وتنتقل هنا وتنتقل هنا وتكون معوق بالفعل أمام أي تقدم. إحدى الأفكار تقريبا تكاد تبلغ أو تشارف 100 عام. صحيح. وكالبذرة السامة وتطرح بذورا سامة، فتحتاج من المؤسسات المختلفة كلهم فيما يخص إلى الكفاح ضد هذه الأفكار. في الستينات مثلا أصدر أحد القضاة المصريين المستشار أحمد ماهر كتاب العنوان، بس أنا هقتطف العنوان منه، وهو الكفاح ضد الجريمة. الكفاح ضد الجريمة هو يسير في محورين، وكذلك الكفاح ضد الأفكار المتطرفة يسير في نفس المحورين. المحور الأول هو إيجاد مرحلة وقاية. وقاية. المحور الثاني علاج. الوقاية أولا. والوقاية خير من العلاج. وأقل كلفة. وأقل كلفة، ولم يعني تثبت عند أحد مثل هذه الأفكار. كان عامل سياج مانع من اقتحام الأفكار لدى الطوائف. التحصين ده والوقاية يتم إزاي؟ ايه المصل اللي تملكه المؤسسات الدينيه الوطنيه تجاه هذه الافكار الفيروسيه؟ اول شيء ينبغي ان نعمله، اولا ان نفهم معنى كيف نخاطب. ودي كيف نخاطب عقلي. مظبوط. البناء العقلي بيشترك فيه كيف نخاطب، يمكن كيف نخاطب في المناهج التعليميه. كيف نخاطب في مجال الفتوى؟ مزبوط. كيف نخاطب في مجال الدعوة والوعظ؟ كيف نتعلم؟ كيف ما أثمر من تعليمنا كيف ننقله إلى دور التطبيق؟ مزبوط. إفتاء. كيف نشرع؟ وده الحقيقة كل مراحل البناء. كيف ندير؟ كل هذا في الحقيقة يمثل سياج وقائي ضد أفكار منحرفة، لأن الفكر المنحرف لا يمشي ولا يسير إلا في المناطق الضعيفة التي تتسم بعشوائية في الفكر، عشوائية في العيش، عشوائية في كثير من الأمور. الدول الضعيفة هي التي يكون فيها مثل هذه الأفكار متطرفة بتجد بيئة سهلة. أما الدول القوية
القوية في كل تفاصيلها. تقصد المناطق الرخوة في المجتمع؟ نعم. زي المناطق العشوائية في بعض الأحيان، زي المناطق المتطرفة في بعض الأحيان، كانت تسكنها هذه الأشباح الطائفية الإرهابية. ولذلك لابد من إيجاد قدر من الوعي الكبير لنقي هذه المساحات التي يتحرك فيها أو التي يمكن أن يتحرك في هذا الفكر المتطرف، أن نحصن هذه. أنا أعجبني من كلام سيادتك السؤال كيف نخاطب، لماذا كانت هناك فجوة حقيقية ما بين خطاب المنبر والناس والعامة في الشوارع. خطاب المنبر كان خطابا فوقيا علويا يتحدث بلغة ربما قديمة نسبيا أو جاءت من المعجم لتوها، لكن خطاب الشارع محتاج أولا فهم مشاكل الشارع، ظروف الشارع، حتى نفسية الشارع. الشارع مش كل يوم نفسيته متقبلة هذا الخطاب. من أسس تجديد الخطاب الديني مراعاة المخاطب المستهدف من الخطاب. هو مثقف إلى درجة عالية فله خطاب مختلف بلا شك. هو عنده شبه مثقف هو في درجة لا يحتاج الخطاب أعلى يدفع مثل هذه الشبه. هو إنسان بسيط من أهالينا، والدي والدتي متدين بسيط، بس هو يحتاج إلى أن يبصر بالمسألة، أن توضح له المسألة بس بأسلوب آخر. هو شاب يعني بيتعلم لكنه بيفتح الإنترنت. أيوة محتك بالشبه ثقافات أخرى. بنحتاج ان احنا نقول له والله على فكره لما تعوز تسال حد ما تروحش لاي حد، ما لكش دعوه بالانترنت، ده المعلومات اللي فيه بعضها صحيح والكثير منها ليس صحيحا، فارجوك لما تعوز تبحث عن مساله الجا اهل الاختصاص. ده وصل يا مولانا على النت ان هناك مصاحف الكترونيه محرفه؟ نعم. وده أمر خطير جدا جدا. صحيح. وبالتالي لابد أن أبحث عن المصدر الرئيسي. وحتى الآن مثلا في موضوع جديد جدا اللي هو محرك البحث الجديد اللي هو أطلق عليه شات جي بي تي، ده في الحقيقة لما احنا رصدنا حركة البحث في المسائل الدينية، لما نعوز نبحث عن موضوع معين فبنقول له هات لي مثلا الآيات الدالة على التعاون والتشارك. فهو بيروح للموجود عندهم مخزن عنده في أكادوات ليبحث من خلالها. فأحيانا بيجيب للنصوص الشرعية، فبيجيب للقرآن الكريم يقول قال الله سبحانه وتعالى. شوف سيادتك بعد ما تفتح قوسين وهات نص القرآن الكريم، في بعض الحالات يجيب للنص كما هو موجود في المصحف الموجود بين أيدينا، وفي بعض الحالات الأخرى بيأتيني بما يشبه المصحف لكن كلام ليس في المصحف بالمعنى، لكنه مرسوم بصورة المصحف. أنت تتحدث عن موقع المحرك البحث؟ المحركات البحث اللي هي موجودة دي شات جي بي تي. لا الجديد ده اسمه ايه؟ اسمه شات جي بي تي يعني. ده محرك جديد غير جوجل وغير يعني يصيب ويخطئ. لا يحتاج إلى أولا إلى خطط بقى لتتعامل معهم، وأنت الآن أنت لا تعيش في مجتمع سينعزل عن الفضاء الإلكتروني. مظبوط يا فندم. فلا بد من تكاتف الجهود لتغذية هذه المواقع بخطاب ديني معتدل. يعني على سبيل المثال لو احنا عملنا مسح ورصد لقضية معينة ومسألة معينة وأنا أقولها هو لمسألة الخطاب الديني على المنصات الإلكترونية، كويس، ستجد لا تجد خطابات مختلفة. فلابد أن يكون لك وجود أنت كإنسان مسؤول عن مؤسسة، كإنسان صاحب خطاب معتدل، لابد أن يوجد لك مساحة في بطريقة أو بأخرى. أنت تخشى أن الخطاب المعتدل الوسط المعتدل اللي بتمثل المؤسسة الدينية المصرية وعلى رأسها الأزرق الشريف متأخرة في ملء الفراغ ده؟ بلا شك احنا نحتاج محتاجين جهد أكبر حتى وإن لم نكن في مرحلة أننا لم نلج هذا المجال إلا مؤخرا. احنا ولجناه ودخلنا فيه بالفعل، كويس، لكن نحتاج إلى بذل جهود، لأن أنت عندك خطاب أو مجموعة من الخطابات ذوي الاتجاهات المعينة تريد أن تثبت وجودها وعندها من الإمكانات أكثر بكثير مما عند الآخرين، وهي تريد أن تقف في هذا الموطن. فالشاهد عندما نخاطب لابد أن تكون عندنا الأسلحة والعدة
والمقدرة الحقيقية بوسائل عديدة جدا على أن ندخل إلى قلب وعقل المخاطب بالخطاب الذي يليق به. فتجديد الخطاب الديني هو هذا المعنى، أننا نعرض الأحكام الشرعية في صورتها الثابتة التي لا تتغير، في أنه ينبغي الحفاظ على هذه المساحة القليلة من الأحكام القطعية الضيقة. هي ضيقة وصغيرة، ضيقة وصغيرة، لكن ينبغي الحفاظ عليها. أيوة، لأن المصلحة في الحفاظ عليها. مظبوط. وعندما يختل أمر الحفاظ عليها تختل المصلحة بلا شك. يعني لما تتناول أي قضية حتى في إطار الإيمان، دي الطريقة بقى. الطريقة كيف تعرض إيمانك وعقيدتك اللي هي منطقة الثابت. مظبوط. كيف تعرضها على العقل السائر الآن، العقل الذي أمام مساحة كبيرة من المعلومات في الإنترنت، أمام تحديات فكرية عويصة من إلحاد ومن انفلات وكلها أسئلة وعدم أو الاتجاه للفردية المحضة. مظبوط. ولتحقيق الذات المحضة دون التمسك بركائز الإيمان وركائز التعلق بالله سبحانه وتعالى. فتحتاج بالفعل إلى أن تتسلح أنت كشاب بمثل هذه الوسائل. إذن الخطاب الديني معناه أن هذا الثابت لابد أن يصل للآخرين بأسلوب مقنع، بس مع حفاظ على الثوابت موجودة، لكن أن نخاطب الآخرين بأسلوب يليق بالعصر وبلغة وبمنهج. لما تأتي مثلا في هذا الإطار، يعني نلحظ بأن بعض الأسر وبعض الشباب بيأتي إلينا هنا في دار الإفتاء المصرية وبيسأل بعض الأسئلة، الأسئلة الحيرة التي ربما قد يدخله شك، يعني هو مدخله شك فيها بالفعل. بسبب هذا السيل من المعلومات، أو تعرض لما شككه، أو تعرض كذا وكذا. فلما جئنا في سنة 2014 ويمكن في بداية 2014 جاءت إلينا مجموعة من الأسئلة عقب ثورة 30 يونيو وثورة 25 يناير والارتباك الفكري والمجتمعي اللي حصل في هذا الوقت، بلا شك انعكس على التفكير في عند الشباب، وانعكس على الاطلاع والقراءة فيما وراء. فالشباب أصابته الحيرة الشديدة جدا، فجاء إلينا بعض الشباب بيسأل أسئلة نحن لسنا في اعتياد منها. أيوة، غريبة عليكم. غريبة جدا علينا، لأنها مش من المعتاد. لكنها وليدة أمين الفتوى والباحث الإفتاء لا يستطيع الجواب عنها، لأنه أيوة، لأنه مش معد أيضا، مش معد ومش مهيأ وما كانش معروض عليه هذه الأسئلة. مظبوط. سابقا، فتحتاج إلى تأهيل من نوع جديد. هسأل سيادتك سؤال، أسئلة من داخل المنهج ولا من خارج المنهج؟ لا طبعا من خارج المنهج، وهو المنهج عزيز. عندنا المعتمد المقرر اللي احنا ماشيين عليه كذا كذا كذا. فالمعتاد لما تاخذ بالنسبة للغالب استقراء وتقول والله انتوا بتنسألوا في ايه؟ فبنقول لك والله بنسأل في الأحوال الشخصية، في الزواج والطلاق والنفقة وغيره والنسب، وبنسأل في الصلاة والصوم والزكاة والحج، وبنسأل في المعاملات في عقود البيوع وغيره وغيره يعني. لكن هذه الأسئلة ما حدش طرح علينا مثلا قضية قضايا من قضايا الإلحاد. طب هنقف عند القضايا المستجدة، وأوعدكم إن في حلقة مقبلة عن مثل هذه الأسئلة الشائكة، وكيف استطاعت دار الإفتاء أن تطور من لغتها وأن تصل لمرحلة الإقناع والرد على هذه الشائكة بأسلوب رصين ومقدر ومفهوم ومبسط، ويصل بسهولة ويسر دون أي اقتراب من الثوابت المرعية. نخرج لفاصل ونواصل مع مولانا الدكتور شوقي علام في فقرته المحببة، وفقرتكم المحببة اسأل فضيلة المفتي. اهلا بكم من جديد، وهذه الحلقه حلقه اسال فضيله المفتي، وعندنا ثلاث اسئله على وجه التحديد، كل سؤال له اصل وفصل ايضا على محركات البحث. والحقيقه ومسند بعض هذه الفتاوى الغريبه والشاذه الى
يعني من هم يعني بيعدوا أرقاما صعبة في الحالة السلفية أو الحالة الإخوانية. السؤال الأولاني جاي لنا من الست روحية عبد المقصود، بتقول أنا قرأت على النت أن إيداع الأموال في البنوك ربوية، وأن وضع الفلوس فيها حرام، لأن البنك اللي هو المصرف يعني ليس له عملا إلا الإقراض، والبنوك لا تنفذ مشروعات. ده كان السؤال وكان رد المفتي السلفي على هذا النحو، أنها حرام وأنها ربوية وأن البنوك ما بتشتغلش في مشروعات، هي بس بتعمل عمليات إقراض. هنا السؤال لفضيلة المفتي، وكان فضيلة المفتي من المتصدين لمثل هذه الفتوى. أهلا بك مولانا. أهلا وسهلا. ده السؤال ودي فتوى، يعني فتوى موجودة زي ما سيادتك قلت على محركات البحث. الخطاب الإفتائي في محركات البحث يشوه الكثير من العوار ويحتاج إلى تصحيح المفاهيم. يمكن احنا اشتغلنا على هذا الامر ضمن تجديد الخطاب الديني ايضا، وضمن اننا نزيل العوائق اللي هي مرحلة بقى الوقاية التي فيها علاج في نفس الوقت، ومسحنا الانترنت في قضية من القضايا وبدينا نفكك الخطاب الافتائي. يعني لما تقول مثلا عندي 10 فتاوى انت يعني رصدتهم في موجودين على الانترنت، طب ايه الصواب فيهم؟ لابد من عرض هذه الفتاوى على المنهج العلمي اولا. مظبوط. ولا تنتقد لمجرد ان انت يعني عايز تنتقد، لكن ان تضع النقد، ان تضع هذه الفتاوى لو تفكيك هذه الفتاوى، تفكيك هذه الفتاوى. اه بس تفكيكها بمعايير علميه. أيوة. وليست بالهوى. فوضعناها على المعايير العلميه وجدنا بالفعل لا تستند الى معايير علميه. وبالتالي من ضمن ايه المعايير العلميه؟ من ضمن المعايير العلمية المهمة جدا في تفكيك أي فتوى أو في فهم أي فتوى أو في فهم أي حكم شرعي، أن ننظر إلى الواقع المسؤول عنه. الواقع أنت بتسأل عن إيه؟ بتسأل عن الإيداع في البنوك، يبقى لابد أولا تفهم طبيعة عمل البنك، يبقى لابد تفهم العلاقة بين الإنسان المودع والذي ذهب بأمواله وبين البنك، وتفهم كمان دور البنك في المجتمع وبيعمل إيه في هذه الأموال. عمليات كثيرة جدا جدا معقدة نحن لم نقف عليها إلا عندما نغوص بفهم دقيق جدا لهذا الواقع. إذا فهمنا هذا الواقع فنستطيع في هذه الحالة أن نعطي حكما شرعيا. واحد مثلا جاي سألنا في نفس السؤال ده، يمكن بس هو باحث علمي، يعني بيبحث في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه، فيقول والله أنا سمعت نفس الفتوى عندكم أن أنتم لا تمنعون من التعامل مع البنوك وتجعلون العوائد أو الفوائد التي تؤخذ من البنوك على الأموال مباحة ومشروعة، وتجعلون لا حرج شرعا في التعامل مع البنك. ما هي السؤال كان منه، ما هي المستندات الشرعية الحيثيات اللي انتم استندتم إليها شرعا مظبوط في إعطاء هذه الأحكام الشرعية؟ فأنت لما بتسأله طب وانت بتسأل ليه مثل هذا السؤال؟ أيوه. لأن انت عندك خطاب راسخ ومستميت في المجتمع في الدفاع ضد التعامل مع البنوك. لا، وانعمل ما يسمى أقنية اسمها البنوك الإسلامية، يعني وكأن هناك بنوك ربوية، وهناك يعني في بنوك اقتنصت قسم كلمة الإسلامية نفسها. ده شق يحتاج إلى أن أنت تفهم أيضا، أو أن أنا أفهم المسألة. مزبوط. فهم عميق في الفرق بين الاثنين، وإيه دور هذا البنك وهذا البنك في تعلقه بالسياسة النقدية في البلد. كويس. والتي يسير عليها أو يضعها البنك المركزي المهيمن على السياسة النقدية في مزبوط. البلد. وكيفية الإصدار وغير ذلك، وتحديد العوائد. دي كلها مش بالهوى كده، مدروسة، مسائل مدروسة يعني. فبينا المستندات الشرعية. المستندات الشرعية بتقول ماذا؟ أهم مستند شرعي أننا وجدنا في إطار التعامل مع في التعامل المالي بين المجتمع والأفراد وبين الأفراد والعظيم البعض، أنه ينبغي أن نفرق بين الشخصية الاعتبارية المعنوية وبين الشخصية الطبيعية. الشخصية الطبيعية هي الإنسان، يعني
لما أنا سيادتك بنحتاج إلى مبلغ من المال ونذهب إلى حمد بيه ونقول له والله يدينا 10 جنيه سلف أو 100 جنيه سلف، ده هذا شق. أو إن أنا نشتري من سيادتك ونبقي جزء من الثمن هندفعه كمان شهر، فأصبح دينا في ذمتي، فده شق آخر. كأنك يعني سهلت لي المسألة وجعلتني لا أسدد حالا وإنما سأدد مآلا أو مؤجلا. فأنا حسأل المقرض اللي في صورة سيادتك والبائع اللي هو أجلني في الثمن، لماذا تفعل هذا؟ لماذا تقرض فلان؟ قال والله أنا شفت إن حالته، عايز فلوس عشان أولاده هيتعلموا، عايز فلوس عشان يأجر، عايز صاحب حاجة يعني. صاحب حاجة، بس أنا من منطق أنني أتعبد ربي بالقرض. عظيم. فأنا لما أقرض فلان أنا مش منتظر الربح. عظيم. من الشخص أنا منتظر من الله سبحانه وتعالى. مظبوط. لما تنقل هذه الصورة، صورة درجة القرب أو احتياجنا إلى القرب من الله سبحانه وتعالى، لما تنقلها للبنك تجد البنك مختلف أو المؤسسات المالية مختلفة. هي لا تقصد ذلك، إنما تسير في تحقيق مصالح الناس وفق قانون وخطة معينة. لو مشيت في إطار هذه الخطة تبقى محققة لمصلحة الإنسان، لكن قضية الثواب والعقاب عندها مفقودة لأنها مش شخصية طبيعية، ده شخصية اعتبارية، ده شخصية اعتبارية، ده مجمع مصالح مهمتها فقط تدير ومهمتها تحقق السياسة. إذن البنك هنا يدير الأموال، البنك هنا يدير الأموال. طب أنتوا استندتوا لإيه في هذه المسألة؟ استندنا في فكرة الشخصية الاعتبارية لتصرف الفقهاء قديما، عشان نعرف بس إن إحنا عقلنا الآن ما زال، يا ريته كان حتى حبيس الماضي، الماضي كان متجاوز أحيانا بالفكر والعطاء والبحث عن الحلول. من مهمة العلماء عندما يحتاج المجتمع إلى حلول أن يقدموا الحلول، أن يبحثوا عن الحلول وأن يقدموا الحلول. مزبوط. والمجتمع في صورة المؤسسات المختلفة أو في صورة بقى الولي الأمر الذي تطور حديثا إلى أن أصبح رئيس دولة والمؤسسات التي معه تشاركه، ينبغي على العلماء أن يضعوا من الحلول وعلى المؤسسات أن تختار من هذه الحلول وفق أبحاثهم ودراساتهم ما يحقق نفع الناس. فالعلماء قديم لا وضعوا الحلول، وكثير من الحلول لو تعجب عندما تبحث في مشكلات المجتمع الواقعة في زمنهم وكيف أنهم اجتهدوا ووضعوا الحلول. الاجتهاد في المنطقة بتاع البنك، فالاجتهاد الذي يفيدنا في منطقة البنك وفي منطقة المؤسسات عموما، أن الوقف زمان عند المذهب الحنفي بصفة خاصة، الصورة كانت إيه؟ إن الوقف، واحد وقف مثلا دكان أو وقف بيت، وقفته ليه؟ قال والله أنا حبسته وانتقلت ملكيتي لهذا المال إلى الله سبحانه وتعالى، يعني النفع العام في المجتمع. طب هتنفق على مين؟ هتصرف على مين؟ قال الإيجار اللي جاي من هذا البيت أو الريع اللي جاي من هذه المزرعة أو من هذا الدكان، كله حيروح لطلبة العلم، كله حيروح لمداواة المرضى، كله حيروح للفقراء والمساكين، فحدد لي مسار كيف أنفق على طوائف محتاجة في المجتمع. والوقف في هذا الوقت الماضي كان هو المهيمن على صحيح المجتمع بالكل، وتقدم المجتمع علميا وصحيا وفي كل المجالات، وبالقياس كان مساعد للدولة. فالدكان اللي أنا وقفته وأنا خلاص مشيت وعليه ناظر وقف، فناظر وقف وجد أن الدكان قد أصابه الخلل ويحتاج لترميم، هيرممه، عايز يرممه. لا، الدكان هنا كلمة الوقف لمؤسسة، مزبوط، كلمة الوقف ده شخصية معنوية، فهمت، مش فرد، فعايز يرممه. يرممه طب ما ترممه، قال ما معيش سيولة، يعني ما عنديش حاجة من الدخل الوقف إن رمم بها الوقف. إيه الحل؟ قالوا له استلف، مش اقترض. شوف بقى، شوف سيادتك السلف بقى، المثال اللي أنا ضربته الأول إن حمد بيه هيديني 10 جنيه عشان مصالحي، وبعدين هنا سيادتك نفسك هتدي للوقف قرض، بتمول الوقف. فقال والله إحنا ما وجدناش، هذا السؤال طرح، ما وجدناش قرض إلا بزيادة. طيب نعمل ايه في المسألة ديت؟ والله في هذه الحالة
لا مانع من أن تقترض وفق المذهب الحنفي، لا مانع من أن تقترض لإعمار وتعمير الوقف مع الزيادة في بدل القرض، لكن هم ولفوا بس مقابل للزيادة شكله، ولفوا له عشان خاطر ما يدخلوش في كل قرض جر نفع فهو ربا. لكن على كل حال أنا بناخذ من هذه الشكلية ما يفرق بين الشخصية المعنوية والشخصية الاعتبارية، وهذا منطبق على قضية البنوك الآن. ده فضلا عن ذلك، بس طبعا مش عايز أعمل إسقاط، لكن هو إسقاط فقهي فقط مش إسقاط سياسي، أن الفقهاء نصوا على أنه لا ربا بين السيد وعبده. السيد يمثل السيادة والسلطة، والعبد يمثل تنفيذ التكاليف أو الأفراد عموما. يعني لما نأتي إلى هذه المسألة ودي قول المالكية، نجد مساحة تعطينا حل في أن لا، ده مؤسسة البنوك خادمة للناس ونافعة للناس، وتمثل المنفذة للسياسة النقدية للبلد، تمثل عصب الاقتصاد. إذن لها أحكام مختلفة تماما عندما تتعامل مع الأفراد، مختلفة تماما عن التعامل الفردي بين الإنسان والإنسان. ديت كل هذه الحلول وكل هذه الأطروحات تنتهي إلى انتهينا إلى أنه هناك فرق بين أن نتعامل مع مؤسسات وأشخاص، وأن نتعامل مع أفراد طبيعيين. مظبوط. الأحكام الأفراد الطبيعيين لهم أحكام في تعاملهم مع بعضهم البعض، والمؤسسات لا أحكامها المتعلقة بالنفع العام للمجتمع. ومن هنا وأمور كثيرة، احنا المسندات الشرعية للبنوك كثر كثير، 60 صفحة من أعمال دار الإفتاء فقط. مزبوط. لكن لو عايز توسع أنت في البحث الفقهي وسع. فبناء على ذلك انتهينا إلى أن التعامل مع البنوك والأمور المشروعة في كافة تفاصيلها، لأنها خادمة للمجتمع بكافة طوائفه وبكافة مفرداته، وقائمة على تنفيذ السياسة النقدية لمن يحقق مصالح الناس. مولانا المفتي الدكتور شوقي علام، أفادكم الله، هذه قضية كما مفروض كنا نقف عندها طويلا، وسوف نقف عليها تاليا، لأن 60 صفحة من الحيثيات بشرعية ومشروعية التعامل مع البنوك تحتاج فوقفة مهمة من دكتورنا الغالي الدكتور شوقي علام. وأترككم في رعاية الله وأمنه، وإلى حلقة جديدة الأسبوع المقبل إن شاء الله.